السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم 18 يوليو 2021 عن أهم وأشهر محاصيل الحبوب في مصر، هو محصول الأرز. كما نشاهد طبعا بالطبع هو في مرحلة طرد السنابل. هذا هو محصول الأرز، هو من محاصيل العائلة النجيلية، وبالطبع هو محصول صيفي. عندنا من محاصيل الحبوب الصيفية الذرة الشامية ومحصول الأرز، هذه محاصيل صيفية. أما من المحاصيل الشتوية القمح والشعير. بالطبع نكرر مرة أخرى، المحصول في مرحلة طرد السنابل، هذه السنابل، سنابل الأرز. مرة أخرى، هذا هو الذرة الشامية. بالطبع هذه أعضاء التسكير، والشوشة يعني هنا الكيزان هي أعضاء التأنيس، وهذه أعضاء التسكير في أعلى. تسقط حبوب اللقاح على هنا على أعضاء التأنيس، وتكون لنا الكيزان أو الحبوب والكيزان التي نتناولها خضراء مشوية إن شاء الله. يعني من أشهر محاصيل الحبوب في مصر الصيفية هذا هو الذرة الشامية، وهذا هو محصول الأرز. بالطبع ويتبع العائلة النجيلية المجموع الجذري ليفي. هذه المعلومة السريعة التي قدمناها عن محصول الأرز وهو في مرحلة طرد السنابل، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكرا.